محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذكرة. رجال ومواقف، عظماء مروا وتركوا الأثر، فسجل التاريخ المغربي أسماءهم ومواقفهم بحروف من نور. برنامج رجال ومواقف مع الدكتور يوسف العلوي، إعداد وتقديم زكية حداد. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى لشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن ملكه في قولك أمن، فإن الخير عندك أجمع. أبيات يتغنى بها المنشدون وتترنم بها حناجرهم، فمن هو يا ترى قائلها؟ هو أحد سبعة رجال بمراكش، مؤلف كتاب الروض الأنف، أبو القاسم السهيلي الضرير، هو شخصية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج رجال ومواقف. باسمكم جميعا أجدد الترحاب بالدكتور يوسف العلوي، أستاذ باحث في مؤسسة البحوث والدراسات العلمية مبدع فاس، أستاذ في السيرة النبوية، متخصص في تاريخ المغرب. أستاذي الكريم، دائما أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج. بارك الله فيك، حياك الله أستاذة، وحيا الله مستمعيك جميعا. إذن هذه الأبيات في الحقيقة طالما نسمعها في في الإذاعات ووقت هي أبيات شهيرة جدا، نعم، فعلا خلال شهر رمضان، من غير شهر رمضان في غيره أوقات. لا أظن أن هناك منشدا لم يتغنى بهذه الأبيات الشهيرة الجميلة جدا، حوالي 8 ديال الأبيات ولكن رائعة، وتلقتها الأمة بالقبول وخمسها أناس وسدسوها ونسجوا على منوالها، فهي من أشهر ما قيل في التذلل وفي الخضوع لله وفي طلب العفو منه وطلب رضا سبحانه وتعالى، من أجمل وأمتع ما تقرأين وما تسمعين. ففي الحقيقة كلمة ترقق القلوب. صحيح. ومن العجيب أن يكون قائل هذه الكلمات شخصية ضريرة كما وصفت بعض الكتب. ولما من العجب الأستاذة، لماذا تعجب؟ لا أعرف، من أبي القاسم السهيلي رحمه الله. ربما لا أدري، ربما نغمط الأرواح حقا أحيانا ونفكر بأن الأبصار هي علامة الإبصار. لا أبصار القلوب، هذا كلام خارج نابع من القلب، لا علاقة له بالبصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أشكرك على هذه المقدمة الجميلة لتقديم هذه الشخصية الجميلة أيضا، رغم أنك قلت عنه ضرير وهو ضرير، ولكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فإذا كان بصره قد كف وهو ابن 17 سنة، شاب في ريعان شبابه، وقد كف بصره لمرض عضال ألم به، ولم يمت إلا وهو قاضي قضاة مراكش زمن يوسف بن عبد المؤمن بن علي رحمة الله تعالى عليه. عجيب، قاضي قضاة مراكش، يعني ملء السمع والبصر، وجاء محفوفا، والسلطان يوسف بن عبد المؤمن سيفطلو موكب ملوكي لاستقباله من ما باش يجيبوا من ملاقى مراكش ليدرس بها العلم ويكون قاضي قضاة مراكش رحمة الله تعالى عليه، إلى أن توفي بها بمراكش سنة 581 هجرية. فلا يوجد هناك شيء اسمه إعاقة. أبداً. هذه المفردة غير موجودة. هذا نموذج، ها هو ده، يعني ماشي خلق معاق، لا تدر 17 سنة وما تعقد، ما وقع له حتى شي حاجة، بل مضى في طريقه وقد كان فقيرا رحمه الله. عجيب. من أسرة فقيرة، من أسرة علم وفقه، أي نعم، ولكن من أسرة فقيرة جدا، ولكن يظهر أنه رب يفتح عليه لكثرة كناه، عنده بزاف ديال أبو القاسم وكذا، يعني معناه أنه عنده وليدات كثار، معناه ولا الحمد لله ما يسور الحال، وقلت قاضي قضاة ويوسف بن عبد المؤمن كان كيتهلا مزيان في الموظفين ديالو، فيظهر أنه لم يموت إلا وهو من هو رحمة الله تعالى عليه. فهذا الرجل هذا كيضرب شي حاجة سميتها الإعاقة، سميتها كيش، ما كيش الإعاقة، يصحح مفهوم الإعاقة، الإعاقة الفكرية، الإعاقة الروحية، الضاري ما كيشوفش ولكن كيسمع وكيهضر وكيألف وكيفهم، يؤلف كل من قرأت تراجمه رحمة الله تعالى عليه في المصنفات التي تراجعت إليها، كلهم يشيدون بأمر كبير هو ذكاؤه، يقول كان ألمعيا رحمه الله، ذكاء وقاد، يعني ميزة هذا الرجل ومؤلفته قل من القاضي عياد أو قل من القاضي أبي بكر بن العربي أو غيره،
ولكن كان ألمعيا في تأليفاته، في غاية الذكاء، عجيب هذا الرجل. قرأ، يعني عنده القراءات، عنده السيرة، الحديث، الفقه كله، ولكنه تميز أساسا في السيرة، وتميز في اللغة والنحو أساسا وفي الأدب. نعم، ربما كتابه الروض الأنوف هو أشهر ما يعرف به. لا، عنده عدد كبير من المؤلفات رحمة الله تعالى عليه، عنده عدد لا بأس به من المؤلفات، على الأقل حدود 8 اللي عرفنا اللي موجودة في التراجم دياله، وربما أكثر، وأغلبها ضاع، ولكنها يعني في غاية الدقة وغاية الجودة. هذا رجل عجيب فعلا في التاريخ. نعم، إذن نؤجل الكلام عن المؤلفات ونصل الضوء أكثر على شخصيته. أين تربى؟ أسرته، عائلته؟ ربما هذه الأمور تعطي لمحة عن لا بأس عن إنجازاته. اسمه بالكامل عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، يعني ولد في نسبة السهيلي، جاي في واحد يظهر شي جبل في قرية قرب ملقى في الأندلس. نعم، ذاك الجبيل وقيل اسمه سهيل، فنسب إليه فقيل السهيلي رحمة الله تعالى عليه. طلب العلم في بلده في الأندلس. الأندلس في هذه المرحلة أستاذ مالها ما كانوا يحتاجون في الحقيقة إلى كثرة طلب. هذا القرن، هذا قرن الأندلس، نهاية القرن الخامس وطيلة القرن السادس، قرن تميز علماء الأندلس، بروز طبقة كبيرة من علماء المالكية، استغناء علماء الأندلس عن الرحلة، وطبعا منهم من رحل لا شك في ذلك. نعم، لكن معناه أنه كان واحد العلم رائج جدا في الأندلس والمغرب حتى لم يعد، وثم إنه أصيب في بصره فصعبت عليه الرحلة، فطلب العلم في بلده وتميز رحمه الله، حفظ شديد وذكاء، وقد تميز في القراءات، ولكن ميزته الأساسية كانت في الحديث، ومنه السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتميز في اللغة والأدب. نعم، هذه ميزته الأساسية. شرتي له واحد من الكتاب مهمة، مسألة سبعة رجال في مراكش. نعم، دابا الناس المغاربة يقول سبعة رجال، ولا ذاك الكلمة اللي لها سبعة رجال، وهذا الكلام ما عارف سبعة رجال ولا سبعة نساء، هيك نقولوا السلام. يعني في الحقيقة وديت له، وإن شاء الله إن شاء الله إذا طال الأمد بهذا البرنامج نعرفه بهذا سبعة رجال كلهم الموجودين في مراكش، لأن كلهم أعلام في الحقيقة. سبعة رجال تميزوا، علماء، أشخاص حقيقيون، ناس عاديون من كبار العلماء، ما كاين لا هاد الفهامات ولا هاد الشيء ديال الخرافات والأساطير التي نسجتها مخيلات العوام من الناس حولهم. ها هو السهيلي أحدهم، مات سنة 581، قاضي قضاة مراكش، عالم كبير، مؤلف يعني دقيق، نحوي كبير، أحد علماء النحو الكبار، بل مجتهد من مجتهدي النحو واللغة في الغرب الإسلامي، وما بدون مبالغات، ما لم تذكر عنه كرامات، ولا كان كيطير، ولا كيمشي فوق بحر، ولا كيخرق الهواء، ولا حتى شي حاجة من هادشي. ففي الحقيقة عندما يضعف العلم يقل اتصالنا بالمصادر الأصلية للعلوم، تقع هذه العلوم وهذه الخرافات. العلم وكاين الخرافة، هادو أهل العلم، واللي جاءوا بعد منهم كانوا أهل الخرافة، فنحن نريد أن نرد الناس إلى علم هؤلاء الناس، نتكلم على أناس حقيقيون. هذا شخص منهم اسمه السهيلي، يعني السهيلي أبو القاسم السهيلي الضرير رحمة الله تعالى عليه، أحد مشاهير من دفن بمراكش، حتى هو القضية سبعة رجال جات حتى العهد السعديين، والرجل مات في 581، والسعديين ما بدأوا يحكموا المغرب حتى بداية القرن العاشر، يعني واحد أربعة القرون من بعد أو أكثر عاد بدأت هذه الكلمة ديال سبعة رجال، وهما ما عندناش المغرب غير سبعة رجال، بل عندنا الحمد لله رجالات، يعني رجالات كثر، يعني آلاف 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 الحمد لله الرجال في المغرب، لكن هذا معنى آخر على أي حال. إذا نعود إلى ترجمة أبو القاسم السهيلي، قلنا بأنه كان مقيما في مالقة، وأنه من أسرة علمية. نعم، وأنه كان فقيرا. صحيح، أنه يعني يعني لم يكن ميسورا أو ثريا مثل بعض العلماء الذين في جل الترجمة التي ترجمت له، وصف بالفقر، بأن الأسرة دياله كانت أسرة فقيرة، ولكنه كان طالبا للعلم مجدا جدا، لم يكن هذا حائل بينه وبين طلب العلم أو بين التميز. شوف الأستاذ، جوج الحاجات هذا الرجل، هذا الفقر والعمى، فقير وما كيشوفش، ومع ذلك بلغ المنتهى في العلم في الدرجات العلمية. لا الفقر حال دون طلبه للعلم، ولا هذا الإعاقة بين قوسين، هذا المرض الذي أصابه فلم يعد يرى، وحنا كنتصوروا في ذلك الزمن ما كانش هاد الوسائل ديال السمع، دابا الآن الإنسان ما كانش كيشوف، ممكن يسمع، وكاين طريقة البرايل دابا في الكتابة وهالطرق ديال كذا، وكاين وسائل السمعية اللي ممكن يحفظ بالسمع، وهذا الشيء هذا كله ما كاينش. إذا معناه دراسته كلها ستعتمد على الاستماع، تعتمد على الذاكرة دياله، فكان حاد الذكاء، حافظا، حافظ ما يعني شيء عجيب، شيء عجيب فعلا هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه.
فلعل المصنفات أو طريقة منهجه في بعض المصنفات يعكس هذه الحدة في الذكاء وهذه الموهبة، موهبة الحفظ. نعم. حتى أنه في الروضة الأنف يعني يذكر أقوال بعض بعض العلماء ويذكرها يعني حرفيا، لا يذكر فقط المعنى. فهذا إحدى يعني معجزات هذه الشخصية وأعماله الكبيرة. نعم، وفي الحقيقة الروض الأنف يحتاج وحده لحلقة حقيقية للكلام عنه، لكن دعيني أبدأ يعني بسرد على الأقل ولو خفيف لبعض أهم مصنفاته فيما وجدت في ترجمته رحمة الله تعالى عليه. انظر على المسائل الدقيقة الغريبة اللي كان يتكلم فيها. مثلا عنده كتاب على مسألة رؤية الله تعالى في المنام ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من الناس من يقول إنه رأى الله في المنام أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال له كذا كذا، هو ألف مصنف على المسألة هذه ليدقق ويحقق في الأمر. الأمور التي كانت تشغل العوام تشغل الناس عوام وغير عوام، لأن المسألة هذه خطيرة. يجي شي واحد يقول لك جنني شفت الله في المنام وقال لي وكذا وأمرني وفعل لي، أو شفت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة شائكة الحقيقة، صعبة جدا. يرى يعني ويجي يصبح يقولها لك، وبعض الناس يقول أنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأمره كذا، ويمكن يصبح لغد ليك يطبق أو كينفذ ويعتقد أنه حديث. وعندنا عدد ديال الكلام يعني عبر التاريخ وحتى في التاريخ القريب، هذا الكلام على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكذا، وما بقاش رؤية يستأنسوا بها، بل أصبح بعض الناس كانوا يقلبوا على التطبيق وكيفاش يدير وكذا. يعني المسألة هذه خطيرة، مسألة عقدية خطيرة، أدير ربما الكوارث إذا لم يحسن فقهها وفهمها. فالرجل ألف فيها مصنفا عجيب، فكان منتبها لهذه الأمور التأصيلية الكبيرة الجذرية التي قد تكون لها عواقب وخيمة إذا لم تفقه الفقه الجيد، قد تؤدي إلى كوارث حقيقية. فوإذن هذا أول أحد مؤلفاته. نعم، هذا واحد من مؤلفاته. كتب مؤلفا في قصة يوسف، وانظر إلى اهتمام العلماء بقصص القرآن الكريم في مصنفات خاصة، وهذا أحسب يعني من أوائل الناس الذين ألفوا في قصص القرآن الكريم. وما أحوجنا إلى الرجوع إلى ما كتبه أولئك لنرى فهمهم وماذا كانوا يريدون من القصة. والرجل في الحقيقة متميز في الأدب، وأحسب أن هذا الكتاب لو وصلنا ربما سيكون له شأن في الحديث عن قصص الأنبياء. يعني كتب في هكذا اسمه حلية النبيل في معارضة ما في السبيل، كتب في نتائج الفكر في علم النحو، وهو في الحقيقة من مجددي علم النحو. شو أستاذ الكريمة، علماء اللغة في الأندلس لهم تجديدات حقيقية. النحو الذي نقرأه نحن قرأناه على مدرستي البصرة والكوفة في الغالب، نقول هذه عند البصريين وهذه عند الكوفيين، قواعد النحو أساسا بناء على الكلام ديال الخليل الفراهيدي وسيبويه في مدرسة وفي مدرسة. لكن تجديدات أهل الأندلس في غاية الأهمية في مسألة اللغة، في مسألة النحو، في مسألة قواعد النحو، لأنهم نوعا ما عمدت القواعد في المدرسة العراقية على الشعر والنثر الجاهلي، بينما الأندلسيون كانوا يرجعون في تقعيدهم يعني أرجعوا النص القرآني ونص الحديث له أهمية في تقعيد اللغة، تقعيد اللغة عن طريق استنادا للوحي. اجتهاد مهم عند علماء الغرب الإسلامي خصوصا الأندلس، ومن أبرزهم هذا الرجل. اجتهادته في اللغة غريبة جدا هذا الرجل هذا. وعجب أن نحن نترك هذه المرجعية العريقة القريبة ونذهب إلى مرجعيات أبعد ربما. من كل المراجع، ولكن هذا المرجع يعني واش عندنا بعد غير فهمه باش نفهموش شنو كان كيقول هذا. زعما صدقا عندما تقرأين اجتهاداته اللغوية والنحوية، واش حنا في المستوى فعلا هي لكي نفهم ماذا يقصد هذا النوعية ديال أبو القاسم السهيلي أو غيره. ناس بلغوا شأوا عجيبا جدا. يذكر مثلا عنده كتاب سميته التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من أسماء الرجال، يبحث عن أسماء الرجال في القرآن المبهمة التي جاءت مبهمة لم تذكر هكذا مباشرة. ولماذا يعني سياق لا شك أنه دقة المتناهية والإضافة النوعية التي أضافها هذا الرجل للمكتبة. وفي أي نسج في أي شيء كانت تبحث، انظري إلى هممه يرحمك الله في أي، وانظري إلى بحوثنا الآن وإلى أطاريحنا في الجامعات وإلى كذا، في أي شيء نبحث وما هي اهتماماتنا. كتب كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية لأهميته، هذا من أحد يعني الذين كتبوا في علم الفرائض وهو في غاية الأهمية. وكتابه الروض الأنف طبعا يحتاج إلى ربما حلقة خاصة. نتكلم عن الروض الأنف، نعطيه بعض الوقت، نتكلم عنه قليلا لكن بعد هذا الفاصل. إذن مستمعينا الكرام نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل. أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا،
أنا خليفة على الدنا أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا توافق التراب والسحاب والسنا أنا تتابع المنى أنا البناء أنا الإنسان أنا. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج رجال ومواقف، والحديث في هذه الحلقة عن العلامة الكبير أبو القاسم السهيلي أحد سبعة رجال بمراكش. ودائما معنا الدكتور يوسف العلوي، أستاذ باحث في مؤسسة البحوث والدراسات العلمية مبدع فاس. إذن أستاذي الكريم، نستمر في الكلام عن مؤلفات أو مصنفات أبو القاسم السهيلي، وكنا توقفنا عند الروضة الأنف. نعم. ففي الحقيقة لن نوفي هذا الكتاب حقه في هذه الدقائق المعدودة، ولكن ربما طريقة أو منهج كتابة هذا الكتاب هو الذي جعل منه هذا التميز. صحيح. كأنه كتاب تاريخ، كتاب سيرة، نقل بعض الأقوال يعني حرفيا كما ذكرها أصحابها. والعجيب دائما أن من كتب ونقل هذه الأمور هو شخص يعني لا يرى ولا يستفيد من القراءة، ولكن اعتمد على عقله وعلى حفظه وعلى ذاكرته في نقل هذه الأمور. جزاك الله كل خير. أنا عندما يسألني وأنا أدرس مادة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يسألني بعض المهتمين عن شروح السيرة، فأقول لهم إن أجمل شرح لسيرة ابن هشام، سيرة ابن هشام هي العمدة في السير، وهي السيرة التي تلقتها الأمة بالقبول، وأحسن شرح لها، فيما أحسن، أحسن شرح لها هو شرح السهيلي رحمة الله تعالى عليه، الذي سمى كتابه الروض الأنف، والعنوان عجيب، يعني عنوان ديال عالم لغوي عجيب جدا. الروض الأدب، الأسلوب الأدبي حتى في التسمية. بعض الناس غير العنوان خصو شرح. الأنف. يعني ربما هذه الكلمة دي مسمى. الروض واضح من الرياض، البستان، الحديقة، الجنة، شيء كهذا. والأنف هو الذي لم يطرأ عليه تغيير. عجيب. لم تمسه يد بشر. الأنف. الأنف. ما لعبش فيه بنادم، نفسدوش بنادم، مازال طري غض صافي كما برأه الله تبارك وتعالى كما خلقه. لم أسمع بهذا التفسير قبل. هذا معنى روض الأنف، فهو روض أنف لم تغشاه قدم إنسان ولا كذا، بحال كيف خلق الله تبارك وتعالى مازال على الفطرة التي خلق عليها، وهذا يكون طبعا أجمل. فسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى هذا المعنى. نعم. أن لها أنها غضة طرية صافية. والله ما أدري ماذا دار في خلده رحمة الله تعالى عليه عندما أعطى هذا العنوان. هل يقصد أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم روض أنف؟ هل يقصد أن الكتاب دياله هو؟ أو قل ما ذهب إليه سيره، طريقته، منهجه في شرح سيرة ابن هشام؟ يعني شيء، طريقة لم يسبق إليها، وحقيقة هو ما جاء به لم يسبق إليه، وأظن أميل إلى هذا المعنى. شرحه هو لروض أنف، ومسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني الحمد لله درسها علماء قبله ودرسها علماء بعده وسيدرسونها إلى يوم القيامة، لكن طريقة السهيلي رحمه الله تعالى، طريقة تناول، طريقة شرح سيرة ابن هشام، هذه هي اللي روض أنف، هذه هي شيء جديد، يعني منهاج جديد في شرح سيرة ابن هشام، سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو رحمه الله يورد الأحاديث يعني يركز على هذه الحقبة مثلا، هذا الحدث، يورد الأحاديث التي ذكرت في هذا الأمر وما قيل عنه، ويسوق هذه الأقوال ثم يعلق. لا، هو الأستاذ هو يشرح سيرة ابن هشام، يعني عنده في المتن سيرة ابن هشام وهو يحشي عليها، يشرحها، فيشرحها لغة، يشرحه لغة، شرح لغوي، أيوة، يأتي يعني يعقب على بعض ما ذكره، يعني يعرف بالأسماء بعض الأعلام التي لم يعرف بها ابن إسحاق ولا ابن هشام، يشرح غريب اللغة الموجود فيها، الإعراب الموجود فيها، الأحكام الفقهية المستنبطة منها، الإشارات التربوية الموجودة فيها، فهم دقيق للتاريخ أيضا يعني يضيفه، يعقب على القصائد الشعرية والواردة فيها، وهو مبدع، ذكر قصائد كثيرة. الكتاب الأستاذ ماشي كتاب سيرة ولا كتاب تاريخ ولا كتاب فقه، كتاب فيه شرح السيرة، فيه الفقه، فيه اللغة، فيه النحو، فيه البلاغة، فيه الإشارات الصوفية، إشارات غريبة جدا، يعني رجل في الحقيقة واحد تضلع عجيب، وهو يقول بأنه استخلصه من 120 مصنف، قرأ 120 مصنف حتى يأخذ عصارته في هذا الكتاب. هذا الأنف مع الصلوة في قوله
أنه رجع فيه إلى 120 مصنفا، ولكن أنت تصوري عالم في ذاك الزمن رجع على 120 مصنف من أمهات مصنفات السيرة ليشرح منها سيرة وغيرها، ليشرح منها اللغة الشعر هذه الأمور، ليشرح منها سيرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كيف قرأها، كيف حفظها، يعني أمر إنجاز كبير جدا. ولهذا أنصح كل من يهتم بسيرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرجع لكتاب الروض الأنف للسهيلي وما أحوجه إلى تحقيق النسخة الموجودة الآن منه، طريقة باش مكتوبة طريقة ضعيفة، الحاجة ماسة إلى تحقيق جيد علمي رصين لهذا الكتاب الجليل الروض الأنف للسهيلي، فهو شرح لسيرة ابن هشام، تبقى السيرة وتكون واضحة، يمكن تلون بلون ولا خرب بلون كذا على اتحادات المسائل التقنية. نعم. مسائل ميسورة، لكن الغرض هو للأهل، هدف المهم جدا هو التحقيق، تحقيق النص حقيقة، فهذا الذي نحن في حاجة إليه بالنسبة لهذا الكتاب الرائع، الكتاب العظيم. نعم، فأخذنا نبذة عن مؤلفات أبي القاسم السهيلي. نعم. نأتي الآن إلى حياته، مواقفه. نعم. كيف كانت حياته في ظل الأمراء، وكان ذكرنا بأنه كان فقيرا. صحيح. أمر صحيح. قد يبدو عجيبا، لأن العلماء كان لهم مكانة كبيرة عند الأمراء في هذا الوقت، وعلى حسب الخدمة الأستاذ، يعني ما كل العلماء كانوا في خدمة السلطان، وبعض العلماء اللي كانوا في جهات مثلا مالقة أو كذا، ولكن على أي حال هذا لم يمنع في أن الرجل طلب العلم حتى صار له شأن كبير جدا، وكان يدرس العلم بمالقة، يعني الحاجة اللي تميز بها يمكن المؤلفات ديالو قليلة شوية، لكنه تميز في التدريس. فأهم شيء وجدته في المؤرخين الذين أرخوا له وترجموا له، تحدثوا عن كثرة طلبة العلم الذين كانوا في مجلسه، يحضرون مجلسه، يظهر أنه أدب الرجل العالي ولغته السامية وحفظه الواسع وذكاء الحاد، مثلا أمور متفردة لا تجدها إلا عند السهيلي، يعني كل ما قريت له كل ما تفاجئ بهذا الرجل، يعني سمح لي نقول نكتة في هذه المسألة، فقرأته في تفسير قول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر، العلماء كلهم شرحوا المدثر، شرح المدثر بالنبوة، المدثر بالثياب، كل هذه الأمور هذه شرحوها الحمد لله في شروحهم. إشارة دي السهيلي من أغرب ما تجدين. أش قال؟ كان معروف عند العرب، وهذا يرجع لين لتاريخ، لضبطه تاريخ العرب ولضبطه للشعب ولضبطه لحياة العرب، قال العرب كان عندهم يعني النذير الذي ينذر الناس إذا كان شي كارثة معينة، ذاك الذي ينذرونه يسمي نفسه النذير العريان، من شدته في النذارة، وعندك الأمر اللي بغى يبلغه أمر خطير جدا ما لبش حتى حوايجه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال أنا النذير العريان، والنبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله كان دائما مستورا، لكن المقصود أن النذير العريان رأى الأمر جد والخطر قريب والداهية مقبلة، تحرزوا ونوضوا وشمروا على الجدر، الأمر جد ما فيش اللعب. فقال هو يدل معناه رأس الأمر في القضية ديال النذير هو أن يكون النذير العريان، يعني هذا المعتاد عند العرب، لا قمة النذارة عندهم هو أن يقول النذير عن نفسه إنه النذير العريان. نعم. فبحل النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من قام بالنذارة في التاريخ، لا يليق به التدثر، يا أيها المدثر، لا ما النذير قم فأنذر، انت خصك تقوم فأنذر، انت مدثر ما تجيش معك. كان العرب عندما سيسمعون هذه الآية سيستنكرون، كيف يكون نذيرا؟ ما نذير لابس، لا ما نذير لا مغطي، يعني حتى مغطي رأسه مغطي كذا. وهذا الانتباه من السهيلي وهذا الدقة في الفهم، قد نتفق قد نختلف معه، ولكن معنى هذا يربط الأمور بالنوعية أصول اللغة. قرأ له مثلا عندما تحدث عن شق الصدر دي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أنه غسل في بماء زمزم في طاس من ذهب، ويشرح علاش طاس من ذهب وعلاش ماء زمزم والفرق ما بين أنه مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل قلبه بالثلج وكذا ووضع في كذا، وفي كل مرة إشارات في غاية 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 الخطورة وغاية الأهمية، لا يعني ذكاء وقاد فعلا. قلت تميز هذا الرجل بذكائه، تميز بحسن تدريسه، كثر الطلبة من حوله حتى سمع به السلطان يوسف بن عبد المؤمن بن علي القومي، فأرسل إليه يستدعيه لحضرة مراكش من الأندلس، من الأندلس من مالقة، وهذه فيها المعنى أنه سلاطين المغاربة كانوا يحرصون على ضم كبار العلماء إلى العواصم ليدرسوا طلبة العلم بها، كانوا حريصين على العلم والعلماء. هذا كان عالم، هذا يوسف بن عبد المؤمن بن علي القومي كان عالما كبيرا جدا، كان مناضلا حتى في الفلسفة وفي دقائق الفلسفة، وله حكايات غريبة جدا، كان ملكا ولديه هذه الملكة العلمية، وشابا ملك شاب، ويناقش مع ابن رشد مع أبو بكر بن الجد أمور دقيقة في الفلسفة. عجيب. أبو بكر بن الجد قال عني، قال عجبت، قال هذا الأمر هذا لا يناقشوني فيه إلا يعني كبار العلماء المدققين، وقلت هذا شاب وملك وعنده الوقت باش يقرأ مثل هذه الأمور الفلسفية. عود غرضي نقول هو أنه عالي سمع به السلطان فاستدعاه
من هناك هذا حرص السلطان ونبالة السلطان وعظمته وكذلك تقصيه عن العلماء في الآفاق ديال المملكة التي يحكمها واستدعاء لنبلاء وعظماء العلماء إلى عاصمة ملكه ليعلموا المغرب. ومن كرمه أنه صفت له مراكب ملوكية لاستقباله من خيول السلطان، شيء لم ربما لم يطلبه ولم يسعى وراءه، ولكن أنا ما قريتش على شي حد أنه السلطان يستدعي الناس ويرحب بهم ويكرمهم كذا، لكن هذا يوسف يعني وكان صعيب وكان من أشد السلاطين بني عبد المؤمن، هذا يوسف ولكن بن علي عرف كيف يقدر الشخص أن يرسل إليه يعني المراكب سلطانية لاستقباله هذا الرجل الفقير الضرير عجيب لكن العالم الكبير من تكريم الله سبحانه وتعالى له أن العلماء ومن وجود أيضا فضلاء مثل يوسف بن عبد المؤمن بن علي القومي، الناس كانوا يقدرون العلم والعلماء ولازال ذلك الحمد لله حاضر. نعم يعني تقدير العلم والعلماء حاضر. شوف الأستاذ العلم قوي بنفسه ماشي قوي من خارجه، عجيب من الداخل قوي من الداخل اللي عالم عالم. دابا الناس لا تحتاج الانتخابات باش تقول هذا هو احسن كيميائي في العالم، لا أحسن لان الرياضيات الصفه موجوده، لا يحتاج الانتخابات ولا الصناديق ولا والو، معروف على انه عالم والناس تسلم له دون مشاكل. عجيب هذه القوه الذاتيه الداخليه، هذه القوه ديال العلم. رحمه الله تعالى عليه بقي في مراكش، قالوا انه تولى منصب قاضي قضاة مراكش وهذا منصب رفيع جدا، ولم يعيش في مراكش إلا حوالي 3 سنين يدرس العلم، وعنده عدد كبير من العلماء الذين أخذوا عنه، طلب كثر عود، طلب كثر في المغرب وفي الأندلس وطلب مشاهير وفتح الله. يعني هذا الرجل هذا مؤسس لعلم السيرة، مؤسس علم السيرة، مؤسس لعلم السيرة في الغرب الإسلامي، يعني ما بعده كثر التأليف في سيرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد السهيلي. فهذه من كنوز هذا البلد ومن كنوز هذه الحقبة، القرن الخامس، الفترة المرابطية، بداية الفترة الموحدية عندما كان الأندلس والمغرب بلدا واحدا. نعم. ففي الحقيقة يعني أعجز عن الشكر لأنكم تكلمتوا عن هذه الضرر الكوامن في رجالات المغرب المجهولين من طرف ذويهم، وهذه الشخصية أصبح يكنى بأحد 7 رجال. نحتاج أن نفهم لماذا، سيكون ذلك ربما في الحلقات اللاحقة بإذن الله تعالى. لماذا 7 رجال ومن هم 7 رجال ولماذا أخذوا هذا اللقب؟ إذن أترك لكم الخصم أستاذي الفاضل في دقيقة. في دقيقة أريد أن أختم القصيدة الأبيات التي تفضلت وجعلتها كمقدمة لكلامك ولا بأس من إعادتها. يقول فيها: يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يستشفع، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام على أهله وصحبه أجمعين. في نهاية هذه الحلقة دكتور يوسف العلوي باحث في مؤسسة البحوث والدراسات العلمية مبدع فاس، أستاذ في السيرة النبوية متخصص في تاريخ المغرب، لكم جزيل الشكر على هذه الإفادة الطيبة عن هذه الشخصيات البارزة. ودائما لنا والمستمعين موعدا متجددا في الأسبوع القادم وشخصية أخرى من شخصيات المغرب. رجال ومواقف، عظماء مروا وتركوا الأثر، فسجل التاريخ المغربي أسماءهم ومواقفهم بحروف من نور. برنامج رجال ومواقف مع الدكتور يوسف العلوي، إعداد وتقديم زكي حداد.